وعملت لنا الباسكولار ليجن بالدياريس الدوام نجي عليه. ممكن تعمل لنا ادينوما، الادينوما كمان سكوز مال الدينوما والاورو كمبلسيت. الضرط هذا كان يستخدمونه الاليمنيشن مال ثوراسيك داكت والليمفاتيك فاسيك، لسه ما حد يستخدمه اللي بيصير سايد افكت ماله هيبرسيلا كارسينوما كولينجيا كارسينوما انجيا ساكوما كلها ثلاث باس ممكن تعملها. والفينيل كلورايد هذا الكيميكال اللي عملنا انجيو ساركوما. هاي حد عنده سؤال؟ هاي الام سي كيو واحد تقروها حتى تعرفون طبيعة الأسئلة اللي تجي. قبل ما نبدأ بالسيروس إذا حد عنده سؤال، هو الوقت صار ضيق عليكم. فرنسي طبيب فرنسي لانك سيروس، لانك اللي داكس كان يسموه لانك سيروس، كان له علاقه بالكحول. واللي يختار له سيروس من الجريك وورد سكيروس اللي هو يلو، واليلو جاي منين؟ جاي من اليلو ديسكلاريشن مال الليفر بسبب كحول الفات، ما يصير كريزي ويلوش من الدهن. لازم تعرف ايش الديفينيشن ليفر سيروس. وقت ليفر سيروس اذا ترجع بالسكرات الباطنيه على السرير من ترجع هل الى ربع ساعه نص ساعه لا تحفظ تاخذ النفس اقل ليفر سيروس على السرير على شفقه جريده زين واتركه عوف حتى من تاخذه بالرابع شهرين مرحله في السادس يعني. فباي ديفينيشن ليفر سيروس ديفيوز سكارينج اوف ليفر ديفيوز مهم ما لوكالايز، لوكالايز هذا نقول له عارف ايش كذا نفس السيروس. فشل في ديفيوز سكار. ويصير نقول له ريجنريشن اوف يور فاتر سايد. نقول له ريجن اوف فاريبل سايز نقول له. لذلك نقول له الليفر، اذا تبحث الليفر ترجع تبحثه بالكلينيكال ترجع تس بال بابل جاست بال بابل ذا انلارجمنت، اذا انلارجمنت ايش قد اللارجمنت؟ كم تلقى بلو ذا كوستال مارجن، معاكم علموكم؟ وبعدين تفحص السيرفس اذا لارجن، هل هو سموث؟ نورمالي هو سموث، ولا نادي ولا لا، حتى كل هذه المعلومات تاخذها حتى توصل للنوز في الكلينيكال اكزامينيشن. والنتيجه لذلك تصير عندنا سيفير ديسربشن، يعني ايش؟ كومبليت لوس اوف ليفاتيك اركتكتشر. فانتشرت الليفر سيروسيس أقول لوس اوف اركتكتشر من جاي من النادر من نودولاريتي نادر ريجنريشن اوف دامج اللي يحول يحول الدمج يعمل ريجنريشن عن طريق عايز نودول ابيجيت مال هيباتوسايت بس هاي حقيقه ان فانكشن ما تشتغل بروبرتي لذلك تصير امبيرمنت اوف ذا ليفر فانكشن وبسبب ديفيوز سكارينج. But it is loss of architecture because of diffuse scarring and nodular degeneration. I have a definition by the zone. But show for liver, firstly, autonoma property. Variable size nodule, nodular surface. Multiple variable size nodule. Microscopically show for العليمين, الأعلى, الأسفل, variable size nodule, محاطة بيش. محاطة فايبرستيشن هذا ريجنتيك نادول بتعوض عن الدمج بس هاي ما تشتغل لان حتى الهيباتوسايت يشتغل المفروض لازم يجي له قلب عن طريق السينوسايد ما بنسعى فايبرستيشن بيرمنت اوف بيرفيجن الهيباتوسايت ما تشتغل حتى تشتغل لازم يجي بلاد بلاد ما راح يجي مطلوب فما يصير فيها فلتريشن ولا يصير ديتوكسيفيكيشن ولا حتى السينثيسيس مال البروتين في الليفر راح يصير سيستميك ولا اذا كان يزداد الامونيا ويزداد البليروبي. هاي انذر فيتشر ما فاريبل سايز هاي من الفيتشر اللي تجي هاي في الاعلى في الداتا شير باري عشان اوصفها فاريبل سايز نادول بيسك ريتد باي فايبرس تشو راح يكون من يقراي فايبرس تشو عمل تايكوم ستين هذا الاصغر سبوري ماسون تايكوم ستين سبيشال ستين this body fibrous as yellowish.
بس هذا كله ديفينيشن وكله في شغلات. هسه انا في وات ار ذا كوزز اللي شنو وقع السيروس. انا طبيب هذا شخصون السيروس لازم ادوى على الاندرلاين كوز عشان ادوى بالهيستوري بالكلينيكال اكزامينيشن بالانفستيجيشن. الكومن كوز هو الالكوهول اوفر اول ذا وورلد بالعالم هو الكوهول ليفر ديزيز والفايرال ليفاتايتس. والكومن كوز اوف ليفاتايتس هو الفايرال 10%. Biliary disease, the anesthetic biliary cirrhosis. The cirrhosis is a result of strong peristasis, impairment of bile flow. The bile, the methanabinol toxic, detergent substance. The bile salt, the bile acid, and the acid, the galvanic bilirubin, the bile acid, the galvanic bilirubin, the CO2. Then, here, the alkalino had the liver retention, the amount of damage to the بسبب بنستخدم عندنا ريجنريشن صفار بلوك ستاندنج فايبوسيس وعندنا الميتابوليك كوزز. الميتابوليك عندنا هيموكروماتوسيس له علاقه بالايضا زين. وعندنا الويستن ديزيز وعندنا الفا 1 انتيتنسيز ديفيشنسي كلها ضمن الميتابوليك. وعندنا الكريبتوجينيك سيروس. ايش الكريبتوجينيك؟ الكريبتوجينيك يعني الجيوباتيك cause unknown. بس هو الكوز موجود بس نحن ما نعرف. دائما راح نلاقي سبب اسباب ضمن الكريبتوجينيك انه ريكلاسيفايد خليها ضمن بقيه الاسباب المعلومه. بس هذا شاف الناش نن الكوليك سياتا وهيباتايتس نعرف بس ارجع عليها ضمن الميتابوليك. The common cause of cryptogenic cirrhosis. فاذا ما تنسوا انا ايش الكوز مال سيروسس؟ السيروسس يعني اكو هيباتايتس اكو دمج في الليفر. عايش الكوز مع الدمج أخذناها الحور كمان مالها نفس الفايرا زين. وعدنا أيضا عندنا البليري ديزيز وعدنا الميتابوليك كوز سواء كل ديوباتيك اللي هو انكلاسيفايد انهم كوز. باثوجينيسيس ميكانيزم اوف ديفلوبمنت اوف سيروسيس. سيروسيس از ا كومن اند. طبعا سيروسيس هو كرونيك ليفر فيلر. لما نقول سيروسيس يعني اقصد بين ليفر فيلر. ايه متى كرونيك ليفر فيلر؟ لان عندنا الاكيوت فتنا على البرمننت هيباتايتس هاي كرونيك. الان ليفر ديزيز كل ديزيز مال الليفر. الان ليفر ديزيز هو مثل ما قلنا السيروسيس that is a common end result of many chronic liver disorder. اللي قاسيه كلهم يشتبهون انه يصير عندنا كرونيك انفلاميشن كلهم يعملون inflammation. Whatever the cause, the inflammation is the release of transforming the blood factor beta. Beta transforming the blood factor. I stimulate ETO cell, stellate cell. I teach them to do. ETO cell, actually here, stellate cell. Actually, what is cell موجودة في الليبر. The cell موجودة في الليبر هو mainly the hepatocyte. It was 10% من السيل. وتكون 90% من الماسة في الليبر وزن الكبد. البعض شافوا كوبر سيل. كوبر سيل ايش نهاية؟ هاي ماكروفيج موجودة في السينوسويد سبيس اوف ديزي. والايتر سيل موجود في السبيس اوف ديزي. وظيفتها هذه الايتر سيل او ستيلي سيل هو فيتامين اي ستورج. فيتامين اي ستورج بالانفلميشن من يجيها ترانسفورم فاكتور بيتا ستيميوليشن تتحول الى مايوفايبروبلاست. مايوفايبروبلاست يعني عندها قابليه على سينثيسيس اوف كولاجين والكونتراكشن. فلذلك لا يدعم كولاجين ايش يعمل فايبروسيس. والفايبروسيس ايش هو؟ لا يدعم الكولاجين بان بساعد الفايبروسيس. ريبيت السايكل اوف سيل ديث والريجنريشن والان ريزلت مال فايبروسيس زين يؤدينا الى السيروسيس. السيروسيس راح يعملنا هاي الفايبرس يعمل امبندنج بريشر يعمل لنا بريشر امبند فلو اوف بلاد بالسينسور. لذلك جراجوال انكريز ان بريشر ان ذا فيزل امبند فلو وباك بريشر. هذا كله يؤدينا الى البورتال هايبر تنشن. زاد البريشر بالبورتال تراب راح يفتح لنا الكولكترال سيركيوليشن. هاي هم شلون الاناتومي بتعطونا بارتال يجي
you or did you regular labor? Natural architecture, according to Hammamim. يعني ما كان natural, ما كان في البداية كان زمان الخلان ثقل علينا. هسه ما لها ما كان according to the size of the natural. إذا size من natural أكثر من 3 mm يسمون ما كان. قاموا يغطون بالسبب. أنه هذا ما كان يجب بسبب الهيباتيتس. الأرض أوديون. الماكرو نيديولا يعني السايز اوف ذا نيديولا اقل من 3 ملم. هاي اسوء شيء قام السبب انه هاي عادت مع الليبر. بس كل الماكرو ممكن يتحول الى مرض. مع الالفون انتي تريبسين ديفيشنسي مع الهيماكروماتوس. مايكروسكوبي انا شفتوه من مايكروسكوب ايش خل اشوف؟ خل اشوف ريجنج فايبروسيس. ريجنج يعني يربط جسر يربط بين بارتر بارتر او بارتر سنترال او سنترال سنترال. وهو هيقسم الليبر الى نودلوز انتو نودلوز ممكن اشوف اثر فيتشر بالمايكروسكوب according to the underlying cause. اذا اكو سبب هيموكروماتوسيس راح اشوف accumulation of iron accumulation of copper نحاس اذا كان سبب Wilson disease. فهي المايكرو نودلوز فوق الاسفل المايكرو نودلوز اعتمادا على السايز of the nodule. إذا أكثر من 30 مليمتر هو ماكرو نودولار. إذا أقل هو مايكرو نودولار. هو ممكن يكون ميكس. ماكرو أند مايكرو. The type of cirrhosis according to the underlying cause. ممكن أن أقول alcoholic cirrhosis. Lennox cirrhosis. If they can support. Post hepatitis cirrhosis. Post necrosis. بليري سيروسس له علاقة بإيش؟ قلنا بالبايل بالكوليستيسيس بيرنيكو بايل كل بي برايمري بليري سيروسس كل بي سكندري برايمري أوتو سكندري سكندري تو أذر كوز يعني أوبستراكشن لم تكيرم أوبستراكشن بسبب تيومر بسبب كومبريشن بسبب ستون مازالة بيجمنتي سيروسس ما تنسونه في أكو بيجمنت skin pigmentation مع السيروسيس. هذا بالهيموكروماتوسيس. تعرفون ايش الهيموكروماتوسيس؟ I don't know for that. Cardiac cirrhosis ايش نوع؟ سبب على underlying cause. Cirrhosis secondary to the long standing heart failure, right sided heart failure. Right sided heart failure معناته ان البلوك ما راح يجي منه يجي بالرايت سايد. Right side ventricle ما يشتغل مليح يتجمع الدم بالرايت ventricle. Right atria من مين استلم؟ استلم من superior muscular vena cava. Superior انت بتقسم بتعمل المريض على 45 درجة بشوف الجيجولار الاكستنشن. الانفيريور جاي مين جاي؟ برسو فينو الهيباتيك بين. الهيباتيك بين مين جاي؟ هاي فاتيك بيجن تمشي عكس لذلك سوى عندهم congestion في central vein. والزون 3 زون 3 الاران سنترال ايري الاران سنترال بين ترمينال هيباتيك فاليو كلها سيدي كونجيشن سيدي استيميا بدايه كسر في فايبروسس نصها فايبروسس صار عندنا سيروسس سميناه كارديك سيروسس سكندري تو ذا لونج ستاندينج رايت سايدد هارت فيلر كونجستد هارت فيلر cirrhosis is an important pillar of metabolism. راح نجي عليه. Another يعني هذه classification must cirrhosis according to the underlying cause. يعني انت ما تنسى pigmented cirrhosis ليش نو؟ هيموكروماتوز. Lennox cirrhosis ايش نو؟ وانا ما موجود. هو بالكحول الكحولك cirrhosis. هذا اخذناه من لطم الليبر. لطم الليبر يعني ايش بقى جوز الطيب؟ إذا لطم presently تشوف مكان congested dark color حوله pale color نقط الدارك color ايش ما هذا central vein والمنطقة zone 3 microscopically تشوفه central distension of the central vein and surrounding sinusoid نحن قلنا بالاسكيميا الأكثر منطقة affected will be zone 3 لأن away from blood
a supply. Blood supply mainly gene, a gene and portal part. When a portal is a hepatic artery is a the sinusoid is the dynamic centrally. With a hypoxia after a month of iron away from 1,000 to 5,000. The smile of oxygen to the blood and the insulin is only 3. With congestive heart failure, poor heart failure, upper hypoxemia, upper congestion, stagnation of the blood, hypoxia, damage is in zone 3. When on bioreflow, I should say, brackets, bioreflow, hepatocyte, fill the space of this ema, canary pili, healing canal, fill the alcohol, fill the hair, canary pili, the healing canal, before I left, fine, canal, dump, the portal, absent the tissue, the blood. نجي على complication of cirrhosis كلش مهم هو نفس clinical manifestation يعني نجي إذا شوفون زين liver cirrhosis liver large the normal size ولا شلون تعتقد على underlying cause إذا هو جاي post hepatitis muscle destruction من هذا بس shrinkage إذا سبب ال fatty changes زين بالالكوهوليزم ممكن يكون لارج ممكن يكون لارج. The complication of cirrhosis and the muscle portal and portal hypertension. When it's a bisexual in then the blood flow through the sinuses. The ascites is jalea. Actually, ascites accumulation of fluid the peritoneal space. Hepatocellular dysfunction and hepatic liver impairment. How to detect clinically or biochemical. Portal vein thrombosis, long-standing mal carcinoma, cirrhosis of the hepatocellular carcinoma. We have hyperdysplasia. You can manifestation of increased estrogen level. Estrogen has endogenous estrogen. Sebab, no, massive metabolism belief is there. When you have a cure. The portal hypertension, pressure within the portal venous system becomes elevated as liver damage. We obstruct the big flow of blood through the sinus. Or the shunting of blood and put the collateral blood vessel. Other you are in the area. Dysphagia and paralysis. Hatemability. The irritation of the esophageal vein. One of the fatal complication by liver cirrhosis will be better. It's a bleeding, it's a fatal bleeding. Certain bias, vector hemorrhoid. It affects the blood vessel around the umbilical, they are in a couple of doses. Some more. What's the clean on the gill? The immunity of the portal is flexibility failing. Why is the benoid and blood flow is that the hajim of the septinomigil? And septinomegaly is one of the clinical manifestation of portal hypertension. One of the causes of septinomegaly could be the portal hypertension or liver cirrhosis. Other causes are few. But you have portal hypertension. That is collateral circulation. Have the esophageal varices form. Dirt was the dilated esophageal vein. Enlargement of the septum is associated with hypersaturation. The anemia, destruction by white disease, thrombocytopenia. The blood vessels are around the umbilicus and mena capotidiosa. What piles hemorrhoid? I think a manifestation of portal hypertension. All the phalanga, I think a manifestation of portal hypertension, except. عندكم أربعة مجبل خمسة ما لها علاقة بالبورتال هايبرتنشن فلازم تعرفوا من السيفاجيال فاريسيس كابوت ميدوزا زين هاي بس السكرين اوميجالي بايرز فول ار كلينيكال مانيفستيشن اوف بورتال هايبرتنشن بلاسايتس مهمة تاخذوها بالتفصيل بالكلينيكال خذها خمسة من السنة السيفل ليبر سيروسيس بريفرال ايديما اند اسايتس. The
ascites and accumulation for now fluid within the linear space. With the Mahatma Dimarish, Surahama, increased the hydrostatic pressure for slower Hatima, then increased the oncotic pressure, then construction building project. Pedanija Satelish Kasiadna ascites the liver source. ICO increased portal venous pressure, increased hydrostatic pressure. This considering the hydrostatic pressure, then at the portal hypertension. Well, the product pressure will portal system, the portal vein will finish though. And the blood flow through the liver through low blood pressure. Instead of obstruction node, several factors could depend on ACL, is that depending to the flow? But is that the predictor? Portal pressure. Seven, decrease the plasma oncotic pressure. Decrease the plasma oncotic pressure. So, minimum of oncotic pressure. Or, mainly albumin. When albumin, pressure synthesis model, with liver. With liver, had an impairment. Liver disease. The secondary to hypoalbuminemia. Decrease albumin. The direct ascites in Alija, the case of a stage, matter in Adoli. Hypotension and peripheral edema. My stage of one and matter the top of the fluid of the whole of the IV fluid or the same ascites. My the plasma, the fluid might go within the vascular system. I just want to obtain of the intravenous or hit the marco albumito have the half of the fluid within the blood vessel. هذا حتى عالج لازم اشرط انه البومين دكتور؟ ايه اعطينه البومين دوله على البومين وهو تعطينه اي بي حتى اشرط انه يبقى الدور within the vascular system زين هاي دائما تنسي هاي الباثوجينيسيس بلاد ديزور اللي هي سكندري هايبر الدوستيرونيزم ما حد يشرح لي عليها حتى مش راح اخذ نفس صار هنا الانتشرال راح يزيد نتيجة يعني ما الاد رينا هذا هو سكندري يعني سكندري كلاتر كوزيز صار تقول رينا الفيلم صار هو دائما هو شوفوا ترجعون على الفلويد والانفكار بالانس ورينا الفانكشن هاي الفسيولوجي كلش امبورتنت طبعا حتى اذا انت بدك تفهم الرينا الباطنيه اضبطها بالفيزيولوجي ترجع على الفيزيولوجي على السرقاء وبعدين تخش على مرض ولا ما تنضبط كل اللي ساعدنا هايبرتنشن وات ايفر ذا كوز اوف هايبرتنشن اذا واحد عنده بريدنج اذا عنده لوس اوف ريبيتولاي بالبيرن ولا بالكاسترو انترايتس واذا واحد عنده هارت فيلر زين هو نيفر ذير بس البير رينال سيركوليشن الكدني عندي فيها الجبس الدموي راح خلاص استخدمها راح ينفرز رينين ذاك الريسبونس تو اسكيميا الجسم هذا الجهاز ما يعرف ايش سبب الاسكيميا من اكو بير فيوجن تذكرني راسها ساعدنا هايبر الدوسترونيزم سكندري هايبر الدوسترونيزم الدوسترومين انفريز اول انفريز الرينين الجهاز ونشتغل على انجلو تنسيب كونفرتنج انزايم واللي عملنا فازا كونستركشن اللي عملنا سيبريشن اوف الدوسترون فلذلك هذول استجابون للالدكتور هذول احسن من دايركتلي نعطيها الدكتور اللي هو الدستيرون انتاغونيست الجسم ما يفضل اكو اسكيميا تصير سكندري هايبر الدستيرون مع مرات هذه الميكانيزم الفورمال تفيد هذه بالفلويد ديهايدريشن حتى اقل اللوس مال الفلويد كاسترايتس تفيدها بالهارت فيلر ما تفيدها لان تفعل الباور ما عندي انا مشكله بالهارت فيلر الهارت فيلر عندي شو نسيت
for the heretic, what is the heretic? Plasitis, amicable liver cirrhosis, homosexual secondary, hyperaldosteronism. So I work in them. Several failing metabolism, site of metabolism of aldosterone or liver. Liver impairment function, impairment degradation of aldosterone. How many are the level of aldosterone? How many vasoconstriction? How many terminal or activation of leading antiopathic system? Or what of them? Yeah, you have secondary or the primary impairment of. بالإضافة إلى بالباطنية راح تكون سبب pathogenesis of ascites and liver cirrhosis. يعني mechanism of ascites and liver cirrhosis. ليش بالليفر cirrhosis بصير عندنا ascites؟ لأن يصير عندنا portal hypertension. يعني كريز هذا الشيء ويقلل البومين synthesis فيصير عندنا hypoalbumin. Decrease uncoated blood pressure. We say retention of sodium and water because of secondary hyperaldosteronism. لا بعد دكتور. لا أكو هاي يسموها shifting dullness وترانسميتد ثري. shifting dullness يعني أعمل palpation أشوف إنه فوق resonant أكو هواء بالبلان بالصفائح أشكو أكو ماي دل. أروح أقلب المريض على صفحة يتغير. وأكو ترانسميتد ثري يعني إذا أنت تخلي صفحة إيدة صفحة اللخ تنقر بصباعتها عشان تنقر بالماء استمواجة راح تحسها على جلدها. هي بعد cellular dysfunction هاي complication يعني hepatic impairment. باش راح يصير عندنا panic باش راح يصير جندس هاي mixed diet conjugated and unconjugated يصير عندنا hypoalbuminemia. طبعا decrease albumin level associated with chronic hypertension لأن life span مال albumin 25 يوم هل أتوقع أن يصير hypoalbuminemia in acute liver failure؟ فصير عندهم bleeding tendency خاصة في تابيكال ديبندنت فاكتور اللي هو 1972 10 9 7 هيعتمدون على التابيكال فهاي أيضا clinical manifestation مالتها. الهايبرسيريزم هم MCQ دائما نجيبها الماتنيكال مانيفستيشن بارمر إريثيما ريتنس بالبارم سبايدر نيرباي زين لاس اوف بادي وبيوبك هير ديستريبيوشن خاصة في النير يختلف بسبب الانكريز استرجي ليفل بسبب كلمة ديستريبيوشن السيكولار اتروفي والجاينيكوماسيا جاينيكوماسيا اللارجمنت اوف ذا بريزنت نير هذه كلها clinical feature of increased estrogen level. ليش حصل estrogen level is that؟ يلا واحد جاوبني على السرير. يعني متبرزم مع الاستروجين بالليبر. ممتاز. عشان هذه راسنت مع دائما انا اشوف clinical feature واحد suspicion عنده سايكل راح افحص.
تفحص الايدينه، تفحص الهيربس اللي يشيل، تفحص الفيس بالمية، لعنه دايما كوماسي هيباتيك كيفالوباتيك يعني disturbance of liver brain function ديفكس disturbance of brain function يعني قد تزداد الامونيا. الامونيا توكسيك سبستانس، الامونيا تتحول الى يوريا بالليفر، ليفر ديزيز تزداد الامونيا، الامونيا تفكت النيورون ترانسميشن زين، فيصير من المانيفستيشن من الكونكلوجن الى الكوما الى اخره، ويصير عنده في طبعا اكيوت نيروسايكاتريك سيندروم، كنت بيأكل كنت بيكرونيك الباثوجينيسيس هاي حكينا ليش اسمي كيفالوباتي بالليفر سيروسيس، لان الكيفالوباتي كنت بيموفل اوف نيتروجينوس كومباوند والتوكسين هو الليفر عشان يمتص من الامعاء مواد صالحة ولا غير صالحة، والتوكسين السمية كلها تروح على الليفر سيلا فيدريشن توكسيفيكيشن تتصفى وتتنقى وبعدين تروح على السيستم سيركيليشن. وهون يصير بورتال سيستميك شامب يسموه. يعني ايش بورتال سيستميك شامب؟ يعني الدم جاي من البورتال هذا المفروض ما يبقى يتنقى ولا يصفى، يبقى يروح على السيستم سيركيليشن، يروح على الفلير فينا كافا ويطلع يتوزع. فمن ضمن الامونيا وحده من الزايده هذه اللي بنسميها كاسل ستان الليبيدي، احنا طبعا واحدة من الاشارات اللي ينطوها بالليفر سيروس حتى تتبكين لازم اللي ينطون انتي بايوتيك حتى البكتيريا لا تعمل هذا الامونيا والنيتروجينوس كومباوند والبروتكشن يقللوها، ينطون حتى لاكزاتيك ولاكتوزيدوز سيتوس وقتها حتى يقللون من هالافكت. انا ما اعرف ايش حيصير عند المريض، اعرف ايش انا اعالج واعرف ايش قدمتي واعرف ايش اي كل شيء لابدينه ليش قدمتي. Clinical presentation of hepatic encephalopathy was disturbance of sleep at the beginning, and then it was bladder tremor and hyperreflexia. Bladder tremor, you know what bladder tremor is. Occupied tremor, directly over bladder, with an extension to the hand, which is cross, that one of the tests from the hospital, and the one of the tests. Peter Hepaticus, I must order, ريحة كاركتريستيك، ريحة تطلع عشان الفاكهة معقدة روح النفس من هذا. Alteration in personality, specific case, disease, sleep, confusion, coma, and death. Hepatorenal syndrome, renal failure. The ليش يساعدنا renal failure؟ With azotemia. Azotemia يعني elevation of urea or creatinine. Pathogenesis 7 and severe cortical vasoconstriction. We have renal perfusion, aldosterone, hyperaldosteronism. Clinical presentation decreased glomerular filtration rate. Then it comes to urea. When the diamond has a multiple sclerosis, you have to monitor urine output. That's an urea. By definition, that's a jacobino. اليورين يكون قليل، اتصور اقل من 400 ملي لتر في اليوم؟ هو انا بدي اسمع على 400، يعني لما اقوله قليل لازم عندي شيء اقيس عليه يكون قليل. And this proportionate high ratio of blood urea to creatinine. يسموها pre renal failure of acute renal failure. Renal failure could be pre renal cause or renal cause or post renal cause. بس لما يرتفع اليوريا اكثر من الكرياتينين هاي pre renal. معناتها ايش دي؟ الامبورتنت كيف ار هيستولوجيكال نورمال. ما عندها مشكله بالكلى، المشكله هو انه الدم ما قيس هذا الكلى. المورتالتي مش عنده رينا الفيلا، المورتالتي ريت انه بيزداد هو اصلا من ليفر فيلا رينا الفيلا. هاي السيروس كلينيكال فيتشر هاي خليها الدم انكيفالوباتي سبب ماله وش انا اقص عليه المالناري كيف صار بالمالناري
by the nearby clinical manifestation of سبب ايش؟ واحد جاوبني عسل. مش فاهم. ليش فرنسا؟ لأن كابول ميندوزا سبب ايش؟ Thank you.
through simple hepatic steatosis, simple blood changes, non-alcoholic steatohepatitis, non-alcoholic steatohepatitis with some more NASH. NASH, hepatocyte degeneration affects about 1 men and women. Masuda, 10% dyslipidemia with cirrhosis. With the common cause of cryptogenic cirrhosis, not hepatic cirrhosis, which are born and raised in Latvia, or NASH. We learn why we are not was associated with obesity. لكن أحقق فيها حتى نبدأ بالهيموكوماتوسيس والعربي أخذوا الإسكاني للحبوب وأنا عندي رابط لا دكتور هسه يصلك على الخاص تأخذ اللي عنده سؤال لأن هاي الإشارات اللي يشوفوها بباطنية فيهم والبنية ومنهم يعني حتى هذول اللي في البروبلم البيس ستدي هذول اللي مصمم على الكلينيكال بروبلم واحد من الميجر بروبلم هو الجنس او في وذا كيس او بيشنت وذا جنس بالدفرنشيال دايكنوستيك الاسلام الكتاب مره وصلتكم عليه لكن هو ايضا واحد من الاصول هو على الجنس ايش لما يجيك مريض عنده جنس ايش تساله ايش شرط الفصل ايش الفحوصات الدواء تعمله وايش لما يجيك كيس عشان توصل للحل مالك يا تقول عند الوقت ولا وصلت بس السيروس تقول انه مكتوب بالباطني يلا موفقين ان شاء الله اذا ما عندكم سؤال غدا ان شاء الله نكمل بالمعلومات